أيو عيش يطاق بعد هذا الفراق، أيو عيش يطاق بعد هذا الفراق. فاطم لا تغمضي عينيك عنا، فاطم لا تغمضي عينيك عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. من يوم أنا صغير أحضر في المأتم، وإن شاء الله أنا دائما باجي المأتم عشان أشارك الأخوان وأشارك جماعتي وأصدقائي في العزاء، وهذه من بركات الله سبحانه وتعالى أن أنا أكون متوفق. وأنصح أخواني وأصدقائي وجماعتي، ربعي، أهل بيتي، أولادي، أن يكون يشاركون في العزاء، يحضرون المأتم، وهذه من بركات الله سبحانه وتعالى، حتى فاطمة الزهراء يوم القيامة يكون تستقبلني أن أنا شاركت وحضرت في مأتم الإمام الحسين وهذا ابنها، فإن شاء الله أكون من الموفقين في المشاركة في مأتم الحسين. رؤيتنا كون الرسالة اللي حملها الإمام الحسين يوم العاشر من المحرم وهو على ظهر جواده في قلب كل معزي وفي كل أطماء يلطمها على صدر المعزي، يكون هذه الرسالة حاضرة في قلبه ويحملها بعدين في حياته كلها. حواتك كل الضمائر فكنت نور البصائر، وأذنت الرفض فينا فلبت كل المنائر، فلبت كل المنائر.